حي الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة هو حالياً أحد الأهداف الرئيسية أمام أعين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفوهات أسلحتهم التي تبحث عن كل وأي شيء في قطاع غزة للقضاء عليها، بما في ذلك أرواح الفلسطينيين. في هذا الإطار كثف الاحتلال قصفه المدفعي والجوي على حي الشجاعية، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرة حربية إسرائيلية فتحت نيرانها اتجاه الفلسطينيين ومنازلهم في الحي في مشهد يزيد من بشاعة تفاصيل الحياة في قطاع غزة المنكوب. قصف الطيران الحربي الإسرائيلي جاء متزامناً مع قصف مدفعي استهدف منازل الفلسطينيين وتدمير مربعات سكنية بالكامل، ورغم محاولات الفلسطينيين المضنية في حي الشجاعية للهروب بأرواحهم من نيران الاحتلال الإسرائيلي إلا أن أسلحته كانت أسرع منهم فطالتهم ليسقطوا ما بين شهداء ومصابين. جيش الاحتلال كعادته ساق مزاعم لتبرير عدوانه ووحشيته تجاه الفلسطينيين، فقال إن استهداف حي الشجاعية وما فوق الأرض فيه أو تحتها جاء عقب ورود معلومات عن وجود عناصر من حماس على حد زعمه. ومع تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة من أن الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة أصبح كارثياً، إلى أن إسرائيل في المقابل تصر على استمرار عدوانها الشرس في القطاع، والذي يتجاهل أي تحذيرات ودعوات لوضع نقطة نهاية له.